بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لكويزين فاتي. اليوم بإذن الله رايح نقدم لكم بريوش خفيف وهشيش وهايل بمكونات بسيطة جدا جدا، ويعني تقدروا تحضروه في وقت، يعني في وقت وجيز كما يقولوا. هنا عندي كأسين من الحليب، الكأس اللي تختاروه نتوما. حبيتوا ديروا كونتيتي كبيره ديروا الكاس الكبير، وحبيتوا ديروا كونتيتي صغيره ديروا كاس صغير. هنا عندي زوج كيسان حليب، مغرف كبير نتاع الخماره، زوج مهار نتاع السكر، هنخلطهم كامل هكذا ونخلوهم يرتاحوا لمده 5 دقائق باش برك هذيك الخميره تتفاعل مع الحليب والسكر. نغطيهم ونخلوهم هكذا يرتاحوا لمدة 5 دقائق فقط. هنا بعد ما ارتاحت العجينة 5 دقائق راح نزيد المكونات واحد اخرين، يعني اللي يليقوا البريوش هذه. عندي هنا نص كأس نتاع الزيت، ونزيد زوج بيضات، زوج حبيبات تاع البيض، ونزيد على مغرف صغيرة نتاع الملح، ومغرف نتاع لافاني. لافاني نكثروا شويه باش هذيك الريحه نتاع البيض تروح. اذا هنايا راح نزيد خماره، ساشي نتاع الخماره حل نتاع الحلوه، ونخلطهم كامل هكذا، ونزيد 3 مغارف نتاع السكر. والسكر يبقى حسب الرغبه، كل وحده كيفاش تحب الحلاوه. كاينين اللي يحبوا البريوش تاعهم يجيهم حلو، وكاينين اللي يحبوا يعني يجي موين. اذا هنا راح نزيد السكر كما قلت لكم 3 مغارف، ونزيد نخلط مليح مليح باش هذاك السكر كامل يذوب. اذا هنا راح نخلط كامل هكذا، يعني جربوا هذا البريوش يخرج لكم هايل هايل. هنا راح نزيد الفرينه تدريجيا، والعجينه لازم تبقى شويه يعني تتلاصق، يعني المعجنات كامل لازم تكون تتلاصق باش يخرج يعني كي تطيبوها تخرج لكم هشيشه وخفيفه. انا نخلط برك هكذا شويه بالفوين، بعد ندخل يديا ولا بالمغرف كما حبيتو نتوما. هكذا نزيد الفرينه قلت لكم تدريجيا برك. نخلط كامل هكذا شويه، ومن بعد ندخل يديا ونخلط مليح مليح، يعني نخلط ونخبط في العجينه باش يدخلها الكميه نتاع الهواء لداخل العجينه. هنا راح نزيد بالمغرف برك هكذا بالعقل برك، حتى وين نحس العجينه بدات. شوفوا هنا العمليه هذه لازم تخبطوها بيديكم باش تدخلوا لها الهواء لداخل وتخرج العجينه هشيشه وخفيفه مليح مليح. هذا هو السر تاع البريوش باش يخرج لكم مليح. هنسلك كامل يدي هنايا، ونزيد مغرف كبيره معمره تاع الزبده. الزبده لازم تكون في يعني تكون يعني شويه هكذا. نخلط كامل هكذا، وراح نزيد قلت لكم مغرف نتاع الزبده، لازم تكون زبده شويه يعني طريه باش تدخل كامل في العجينه. هكذا شوفوا هنا كيفاش راني نعجن في العجينه. هذا هو العجن تاع البريوش، لازم ندخلوا له الهواء لداخل. شوفوا هنايا بعد ما دخلت كامل هذيك الزبده لداخل، راح نديرها في البول ونخليها ترتاح، ونكسر لها الخموريات 3 خطرات هكذا، ونغطيها ونخليها.
هنا بعد ما خمرت لي ثلاث خطرات كسرت لها الخمورية، هذه هي الثالثة. هنا ما نخرج لهاش الهواء كامل، نخرج غير شوية، ومن بعد نبدأ في تقسيم العجينة إلى كريات هكذا. وهنايا تقدروا ديروها ديغاكتومون هكذا، تقسموها برك هكذا كريات، وتقدروا ديروا لها الشوكولا لداخل. انا راح نحشيها بالشوكولا لداخل، يعني تجدوا الشوكولا وتقطعوها وديروها لداخل هكذا، ندير لها برك هكذا. بعد تحطي مرصوات نتاع الشوكولا لداخل وتكوريها مليح مليح باش ما تخرج الشوكولا هذيك هكذا، وديرها في سنيوة. نكرر العملية حتى نكمل كامل العجينة نتاعي. هكذا نلصقها مليح مليح باش ما تخرج ليش وتحرق لي. هنا الا حبيتو ديروها صغار ديروهم صغار، والا حبيتو تكبروهم كبروهم. انا جو بريفير نكبرهم شوية باش تعطي المنظر شباب والشكل هايل. تقدري يعني ديري الشكل اللي حبيتيه، تقدري ديري بالعجينه هذه. اذا هايلك بعد ما شكلت كامل العجينه نتاعي كريات، ودروكا درت صفار بيضاء ودرت لها مغرف نتاع نسكافيه وشويه نتاع لافاني، وراني نصبغ كامل في الكريات هذيك. يعطي واحد الشكل، واحد اللون هايل. هكذا نصبخهم كامل هكذا ونخليهم يرتاحوا، يعني يخمروا للمره الرابعه. يعني هنايا تمتم يخمروا لكم، باسكو ديجا راهم مخمرين، يعني ما نحيت لهمش هذوك الخموريه لداخل. هكذا كامل هكذا نخليهم يخمروا. من بعد شوفوا هنايا بعد ما خمروا لي وشعلت الفرن اللي درجه 200 درجه، يا ربي يدوا لي 25 دقيقه تمتم يطيبوا لكم، باسكو خفاف هم ليك. بعد ما طابوا نحيتهم برك، راح ندير لهم لا كونفيتور من الفوق، هما سخونين وندير لهم لا كونفيتور من الفوق باش يشرب لي كامل الكونفيتور هذيك، و يخرجوا لي طريين لداخل. كي تاكليهم تحسي بلا كونفيتور هذوك، يعني يعطي واحد المذاق هايل رائع جدا جدا. هكذا نعقبها كامل هكذا. تقدروا ديروا لا كونفيتور، ولا حبيتوا ديروا العسيله كيما حبيتوا. خاصه لا كونفيتور الا زدتي له قطرات من ما زهر يعطي له واحد الكو هايل. هنا وندردر عليه جنجلان هكذا، ديروا جنجلان ولا ديروا نواد كوكو ولا الكاوكاو يعني مرحي كيما حبيتو. انا نفضل ندير جنجلان محمص مليح مليح، كي تاكليه مع لا كونفيتور يخرج واحد البنه رائع جدا جدا هكذا كامل. شوفوا هنا شحال خفيف خرج هايل، عجبني بزاف بزاف. شوفوا هنا كي نوري لكم، يعني نقرب لكم الطبسي، شوفوا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه، يعني والله ما كاين يتعبني والو، ديروه برك لو طون وين تكملوا الفطور وهو يوجد اليد في الفطور واليد في العجينه تمتم تكمليه. شوفوا هنايا بعد ما طابلي حليت لكم حبه خفيف وهايل، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.